ظاهر بعدها من ايام الصليبيين ما بعرف قبل اذا كانت هيك انه بس يطلع فريق النهاول الثاني بيطلعوا بيتعاملوا مع اي واحد جاي من برا. وقت صار باحدى المعارك بهذيك الفتره احد المقدمين انفصل عن المقدمين يعني تقول مثل رئيس اقليم او ناس المنطقه هلا ومن زمان وجاي اللي بيقرا تاريخ المسيحيه بيشوف انه ولا مرة نحن كان عندنا رئيس واحد زعيم واحد مثل ما حصل بين 75 و82 كان الشيخ بيرجت هو الزعيم القائد له أكيد مع مجلسية يعني بس إنه كان في قائد واحد. حصلت مرة ثانية بال 1600 كان البطرك قائد واحد. بقيت ما بقى مثل ما نحن أقاليم وكل وحدة إلى مسؤول عنها. النتيجة صار في انفصالات مذكورة خيانة المقدم سالم يعني صوروا قديش له من 1287 أو 88 ولهلا اللي بعده اسمه نازل بالتاريخ إنه كان خاين بلكي الجيل الجديد بيتعلم إنه ما يخون. هوري صور منطقة شرقي وقديشة يلي هرب عليها الجنود بهداك الوقت وقت هجمون من امريكا من الشمال كيف كانت يعني مش مغيره كثير. المماليك حاصروا مسيحية الشمال يعني الكورة وشري وصغرتها يعني ربحوا عليهم. هربوا جنودنا قعدوا بالغارة جروا للماء وقعدوا فيها 7 سنين رجعوا بعدين المماليك اجتهم فكرة مثل من وين انه عطشوا الاحصنة وفيلتوا الاحصنة تيشوفوا تيوصلوا على مجال الماء اللي عم يشربوا منها واكيد لقيوها وكملوا عليهم. هولي يلي بنشوفهم من كم سنة بلشوا يشيلوا اثار وهيك العظمية وشكرا. هولي صور المنطقة بال 1293 بهاجموا المماليك بقرروا يقضوا على المسيحية يلي بمنطقة جبيل، كانت جبيل بعدها عم بتقاوي بجمعوا عليها 100,000 عسكري 60,000 من مدينة بيروت و 40,000 من مدينة طرابلس. جنودنا كانوا شي 34-35,000 يعني إذا كل واحد بيقتل أربعة بيخلصوا اثنينهم. نتيجتها حضروا على جسر الفيدار حطوا 2000 مقاتل مش عم نسميهم عسكر لانه كانوا مثلنا ميليشيا مثل ما نحن بلشنا وعلى المدفون حطوا كمان 2000 مقاتل وخلوا القوة الكبيرة 30,000 تفوت على مدينة جبيل. لما وصل الجيش المماليكي جاي من مدينة بيروت 60,000 ما لقى حد الكمين كانوا اكيد الموارين ومخبيين ما شافون قطع فتلة جوا على المدينة كانوا تركين بيوتهم مفتوحة والاكل على الطاولات والانبيل والدين الضواية وصلت الحمد العشية على جبال وطلعوا بزوارقهم الصغيرة بالبحر وطور انابيب طيبين وانهم بالبحر. ففات الجيش المملوكي وبلشوا ياكلوا ويسكروا بيطبوا عليهم الساعة 5 من بكرة مستويين بجزوه. بهالوقت بتكون جاي الحملة من مدينة طرابلس 40,000 وصلوا الأخبار إنه 60,000 وبيدو بجربوا يهربوا بيطوقوهم على جسر المدفون ومن هيك اسم جسر المدفون لأنه طموا قسم كبير هونيك وفي رأس الشقعة كمان اللي لحقوه لهونيك قتلوه وشقعوه لهونيك يعني هذه إحدى التفسيرات للأسامي. فهذا الموضوع ما بنشوفه ولا بكتاب بعد ما شرحين التكسير اللي شرحت ولا بكتاب مدرسي ولا بشيء هيك واحد يحصل له بسهولة. فإذا نحن ما كنا خواريف جاهزين للتأخير كنا يعني لما 34,000 بجزوا 100,000 وبيطردوهم يعني ما
بتفرشك الجماعة. في راس وفي عزيمة مثل ما عملنا نحن بحرب السنتين ضد الفلسطين. علما انه كان في قسم كبير من الحركة اليسارية مسيحية ماشي معهم. لواحد ما بعددنا القليل قدرنا نقاوي هالجحافة. خبرتكم المرة الماضية السنة الماضية عن شو خبرنا الجزائري شيخ جزائري كنا بباريس في ناس جدالي يمكن ما كنا سمعوهاش. كنا بعرس جزائري بخبرني وعم نحكي بقول لي انا عم بخبر جماعته يعني كانوا 30 35 واحد قاعدين حوالي نحن قتلنا في لبنان بعملنا هيك بالعربي النحو عم يحكيون قتلنا في افغانستان وهزمنا الشيوعيين قتلنا في اليمن وهزمنا السعوديين وقتلنا في الجزائر سكر ما ربحوا. فقلت له يا شيخ قتلته بلبنان نتيجة من هون لو ما كانش يصدق انه انا لبناني. قلت له انا فرنسي مستشرق. قلت له كنتوا خلصتونا من هالشتائب هيكي ووطنتوا الفلسطينية وعاشت الأم العربية بسبات ونبات وخلف وصبيان وبنات. بيقول لي والله يا أستاذ ما قدرنا ليهم. يا شيخ معقولة شو هني شياطين؟ بيقول لي هيك الشياطين بتخاف منهم. بيقول لي آخر معي أنا تلبين مؤيدين رجعنا ثلاثة. هو قال 2.5 كيف أمطوش؟ قال لا في واحد من صار رجعوا ثلاثة طيبين ل300. هذا عم بخبر واحد فرنساوي مش لبناني يعني عم بخبر منه ما قدروا ليهم. بخبرنا كيف الهجومات صارت الاشتراكيه دارت لهم الاصابات تسحبهم جبلات لجيش لبنان العربي ما قدر فات مع دباباته والكوكتيل الفلسطيني وحلفائهم كمان ما قطعوا. فاذا نحن انه شرسين يعني هلا مشغلنا بس نروح نرجع نكون مع بعضنا. فبلكي هيك بنعلم احفادنا يطوروا حبالهم مع بعضهم. تقدر نكمل ما في شك ما كناش بعدنا يلا كيسكم